مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في الحلقه الثانيه من برنامجكم برنامج نور شو. اليوم حلقتنا حلقه فنيه، ضيفتي فنانه سوريه شابه ما راح احكي عنها كثير، راح اخلي هي تحكي عن حالها. رحبوا معي بالفنانه السوريه بسمه جبر. اهلا بسمه، اهلا وسهلا فيك، شرفتينا. مساء الخير يا بسمه، كيفك؟ شو الاخبار؟ اهلا فيك، الحمد لله تمام، يعطيك العافيه. الله يخليك ويعافيك، شرفتينا وشرفتي البرنامج. شكرا كثير لك. بسمه، فريق الاعداد قبل ما نحكي طبعا فريق الاعداد عد عنك تقرير، شو رايك نشوفه مع بعض وبعدين نحكي؟ اوكي. صوت ملائكي يستفز الذكريات ويأخذك برحلة حنينية إلى زمن الفن الجميل. ولدت الفنانة بسمة جبر في الكويت ونشأت في دمشق ضمن عائلة فنية تحب الموسيقى والشعر، وشاركت بالعديد من المهرجانات كمهرجان دمشق بنسخته 6 و7. تخرجت جبر عام 2007 من كلية هندسة العمارة في دمشق، وكان هذا التاريخ هو البداية الفعلية لمشوارها الاحترافي في عالم الفن الذي بدأته في سن مبكرة. بياعة الزنبق بساحة الميسات، اشتهرت بأدائها أغاني الأطفال، كما غنت بعدة برامج تلفزيونية ومسلسلات وأفلام، كشارت مسلسل مطلوب رجالة. تشتاق إليك هذه الروح لك تشتاق. في عام 2014 وصلت إلى النمسا وتابعت مشوارها الفني عبر نشاطات عدة، كان أولها مع فرقة روح، حيث طرحت مع المؤلف الموسيقي عروة الصالح أغاني بألوان مختلفة ومزيج موسيقي يعكس ثقافات متنوعة، وانطلقت حفلاتها من النمسا لتشمل معظم الدول الأوروبية، منها مع الفنان علي أسعد في مؤسسة رواق في هولندا. واشتركت بأغنيتين في سي دي بعنوان نوافذ على الشرق الذي أصدرته أوركسترا كاميليون النمساوية. أصدرت بسمة جبر العديد من الأغاني الشخصية كأغنية في حال التي صورتها في فيينا عام 2015، ومؤخرا أصدرت أغنيتها الثانية بعنوان مليت. في حال ما مش الحق ما عندي أي سؤال. شو رأيك؟ تسلم إيديكم على التقرير الحلو واللطيف، شكرا. الله يسلمك يا رب. بسمة، احكي لي شوي عنك، مين هي بسمة؟ أنا بسمة جبر، مغنية، مهندسة معمارية، أم لطفلين، وحاليا موجودة بالنمسا وعم كمل مشواري الموسيقي، نشوف هيك شو الله بيسر. بس ما كيف كانت بداياتك الفنية؟ بداياتي كنت كتير صغيرة لما كنت مهتمة بالموسيقى. أنا ربيت بأسرة محبة للموسيقى، أخي الكبير رامز كان بيعزف على العود، فأنا أهلي كمان بيحبوا كتير يستمعوا للأغاني القديمة، فأنا ربيت بهذا الجو. طبيعي يكون في تربة خصبة لحتى شيء ما يتطور موسيقيا يعني. بعدين بالمدرسة كان لي مشاركات غنائية، لاحقا شاركت في مهرجان الأغنية السورية. بعدين صار في دخلت بكلية الهندسة المعمارية ما شاء الله، وبعدت شوي عن الفن لأنه بدأ تفرغ كان. فرجعت لما تخرجت بال 2007 تابعت مشواري الفني، بديت مع فرقة كلنا سوا، كان في بآخر ألبوم إلون إذاعة كلنا سوا سجلت، واسم الألبوم إذاعة كلنا سوا تمام، والفرقة كلنا سوا وفي كلنا أيوة تمام. فسجلت أغنيتين، شباكك مطفي وعم جرب ألفت نظرك. بعدين صار في تسجيل لشارات مسلسلات وأفلام، بعدين بلشت بالأغاني الشخصية وهكذا. طيب بس ما شو رأيك تسمعينا شيء من أعمالك، أو بتحبي تغني أي شيء؟ شو رأيك؟ أكيد يلا رح
احسن معكم اذا بدك روح من كلمات الشاعر عدنان عوده والحان اخي رامز. يلا نسمع مع بعض. اذا بدك روح بس اترك لي ظلك ارخي عليه الروح الروح تخلص ولا قلك. إذا بدك روح بس اترك لي ظلك أرخي عليه الروح الروح تخلص ولا قلك. جافت نوم الورد خاطر صحوف لك سيبت حالي نهار مرني ولا بلك لكنك انت يا حلو خلي وانا خلك لله يرضاها والخلق ذلي وانا جلك. اذا بدك روح بس اترك لي ظلك أرخي عليه الروح الروح تخلص ولا أقول لك. شكراً. الله يسلم هالتم يا بسمة يعطيك العافية. الله يعافيك. شكراً. ما شاء الله وصلت للقلب. ما خرج من القلب لا يخرج إلا من القلب. شكراً. الله يعطيك العافية بارك فيك. الله يعافيك. بسمة أنت على حسب مشاركاتك الآن في النمسا شاركتي بكذا حفلة، حفلات على مستوى أوروبا وعلى مستوى النمسا. تحكي لي شو عن الحفلات اللي شاركتي فيها؟ أول ما وصلت بلشت ب شوية مشاريع، من ضمنهم شاركت مع أوركسترا كاميليون النمساوية، كان عندهم تسجيل سي دي اسمه نوافذ على الشرق وشاركت فيه بأغنيتين، قفنه علم الغزل لعبد الوهاب وأسمر اللون أغنية التراثية الحلبية. كان لي شرف كتير كبير أني شارك معهم وسجل هدول الأغنيتين. الأوركسترا نمساوية وبتعزف في النمط الموسيقى الكلاسيكية وأنا ضفت هيك الجو الشرقي بهدول الأغاني. شفتيهم متقبلين اللهجة العربية أو الفن العربي؟ يعني هيك تحسي انه ايه بدنا نسمع ونشوف طبيعي. هلا موسيقتنا شوي ثقيله نحن، يعني فيها تفاصيل اكثر، فيها زخم تفاصيل اكثر، ف الشيء اللي عم نسمعه من المتابعين الجمهور اللي حاضر كثير ايجابي يعني. طبعا اللغه صعب، في حاجز اجباري باللغه، بس عم نحاول بشكل ما بالموسيقى نعبر عن فكرتنا واكيد عم تصل. طيب في عنا تقرير هلا بس ما شو رايك نشوفه مع بعض؟ يلا. مع النمساويين، وكان اسئلتنا عن انه عم تسمعوا الاغاني العربيه ولا لا. خلينا نشوفه مع بعض. يلا. Wir sind heute auf Wien Straßen unterwegs und fragen nach, wie denn arabische Musik bei den Österreicherinnen und Österreichern ankommt. Dürfen wir Ihnen etwas arabische Musik vorspielen? Ja, gerne. انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود. Ich finde es interessant und schön, aber ich höre es offen gesagt nicht. Inwiefern interessant? Also von der ganzen Rhythmik, von der Sprachmelodie, ist lebendig, aber das ist nicht meine Musik. Alter Rocker. Dankeschön. Bitteschön. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich arabische Musik, aber es gab ja vor einigen Jahren, da wie das Okasel aufgesperrt hat, diese, ich weiß nicht, das war gleich so eine Mischmusik, ja? Also das hat eher so türkischen Einschlag gehabt, ich weiß nicht, wie die geheißen hat, aber das war eine Zeit lang ja sehr populär, kann ich mich erinnern, so Ende 90, Anfang 2000, oder? Okay.
Und da haben Sie das gehört, öfters? Ja, also da war ich öfter dort, ja. Hörst du sonst auch arabische Musik? Um ehrlich zu sein, nein. Ich höre viel englische Musik und selbst auf Deutsch recht wenig. Also, ja, eher nicht. Hat dir das Stück gefallen? Ja, es klang witzig. Ein bisschen zu poppig für mich, glaube ich. Aber also ich mag diese Melodie auch also bei arabischer Musik. Ich finde es sehr melodisch. Gefallen. War etwas anderes mal, weil ich höre sonst eigentlich nie arabische Musik. Hörst du nie gar arabische nicht, Musik? Gar nicht arabische Musik, nein. Nur so bei Freunden, wenn man das hört oder so, ja. Also hast du Freunde, die arabische also Musik eher Bekannte, die man einfach kennt und wenn sie ihre Musik hören, dann hört man sie eben auch und dann, ja. I want you to all say it with me. معلم. Haben Sie schon mal arabische Musik gehört im Alltag? Ja, beiläufig halt. Also man hört es halt hin und wieder aus den Autos im Sommer zum Beispiel oder so, aber jetzt selbst aktiv oder bewusst noch nicht, nein. Hat Ihnen das hier gefallen, den Song? Ja, es ist rhythmisch und es klingt irgendwie orientalisch, also ja. Voll witzig, das Lied kenne ich sogar. Also ich könnte jetzt nicht den Künstler sagen oder den Titel, aber ich habe es schon mal gehört. Super. Hörst du sonst auch arabische Musik in deinem Alltag? Naja, ich habe ein paar arabische Bekannte, die hören schon manchmal ein bisschen arabische Musik. Daher kenne ich die Töne und den Rhythmen. Die sind ja schon ein bisschen anders als englischsprachige oder deutschsprachige Musik. Aber jetzt so im privaten Bereich höre ich eigentlich nicht so viel. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie beliebt arabische Musik bei Österreicherinnen und Österreichern ist. Vielleicht ist der eine oder andere nun auf den Geschmack gekommen. Mehr über arabische Musik erfahren Sie jetzt bei Nur im Studio. طبعا نوجه لهم تحيه لسلمى وساره اللي سووا هالتقرير هذا عدوا طبعا هنين وجهزوا شو رايك في التقرير شو بتسمع شو بتحكي لنا شو يعني اكيد هو عينه كثير صغيره من الشيء اللي انطرح من الراي الشارع النمساوي ومن الاغنيه اللي انطرحت ما فينا نعتبر انه هاي الاغنيه بتعبر عن الموسيقى العربيه بشكل عام أكيد الموسيقى العربية كتير أعم وأكبر من أنه أغنية واحدة تعبر عنها وخاصة أنه هاي الأغنية فينا نعتبرها من النمط الدارج يعني فما فينا نعتبر أنه هن سمعوا موسيقى عربية لحتى يعطوا رأيهم فيها لما نحكي موسيقى عربية أنا بالنسبة لي بيختار لي أم كلثوم عبد الوهاب فريد الأطرش أسمهان الفن القديم تمام اللي فيه فن تمام فيه طرب السلطنة الطرب تماما طبعا ما فينا ننكر انه عم يصير في موجه من الاغاني التجاريه الدارجه يعني فينا نطلق عليها هيك اسم هلا صاير في الله في نشوف كثير فيديوهات على السوشيال ميديا انه مثلا شاب او اثنين جايبين وحده حلوه مثلا وسياره ومعهم مصاري وكذا وعم بيغنوا يعني لا معاني ولا بكل موسيقى موجود هذا النوع من الاستهتار من ما في قيمه فنيه عم تتقدم طب ماله مراقبه هذا الشيء يعني للاسف لا للاسف لا بوجود الميديا اي شخص فيه يسجل اي فيديو ويكون كثير منتشر يعني وعم بتوصل مستويات يعني كثير عاليه من المشاهدات طبعا بتوصل مئات الالوف فمشان هيك نحن دورنا كموسيقيين انه دائما نقدم نوع الموسيقى الجيده اللي عن جد بتعبر عنا كموسيقيين بتعكس الصوره الايجابيه عن موسيقتنا العربيه والشرقيه هذا واجبنا اكيد مادام بسمه انت شاركتي ب
اوركسترا ناي وشاركتي باوركسترا كمان وحده ثانيه. احكي لي عن مشاركتك باوركسترا ناي. اوركسترا ناي اول اوركسترا شرقيه بالنمسا. صديقي عروة الشوفي هو اللي قام بهذا المشروع بالتعاون مع ماما ماري تيريز، وجه لهم تحية طبعاً. أكيد بلش المشروع كتير صغير وبإيمان وبعزم كتير كبير، كبر المشروع وصار آخر شيء أوركسترا كتير كبيرة وكاملة. عملنا حفلين، آخر حفل كان بمسرح موت، ما بعرف إذا حضرتنا. تمام، فأنا شاركت معهم كمان بأغنيتين وبارتجال بموسيقى من تأليف عروة. عم نقدم الموسيقى اللي تماماً مثل ما حكيت بتعبر عنا، بتعكس صورة كتير إيجابية عن موسيقتنا، بتعرف النمساويين اللي هن نوعاً ما في ناس ما بتعرف منهم موسيقتنا، في ناس بيعرفوا أخذين فكرة عنا شوي، فعم نقدم موسيقتنا هيك بإطار كتير ظريف. بسمة، حكينا شوي عن بسمة الأم، كيف عم تحسن توفق بين شغلها وبين بيتها؟ يعني من أكثر اللحظات اللي بكون فيها سعيدة وبشبه حالي هي لما أكون أم. عندي طفلين ما شاء الله، جوا عمرها 7 سنين بنتي، بنت أها، وبحر ابني عمره 4 سنين، بحر بحر وبحر بالبيت كمان، هو كتير بحر، هو كتير ضايج وكتير عصبي وطاقة. الله يخليك. ما شاء الله. فكتير بحب كوني أم. مو سهل أبداً أكيد التوفيق بين الشغل ومسؤوليات البيت، مسؤولية كتير كبيرة، بس كله بيهون لما بدي أرجع أخلص يوم اللي كتير مضغوط وكتير في تفاصيل هيك صعبة وشغل مرهق، وبرجع بكونوا الأولاد عم يستنوني. كتير شعور حلو. ماما أجيت، ماما أجيت، أوكي ماما. طيب كيف عم توفقي بين الشغل وبين البيت؟ مانو شيء سهل أبدا، بحاجة أنه يفصل الواحد نوعا ما لما يكون يومك كتير مليء بتفاصيل وبشغل وبكتير ضغط، وبدك ترجع على البيت تفصل خلص كل شيء تحطه ورا ظهرك وترجع على البيت بكامل طاقتك الإيجابية. لأنه تمام نطفي، نحن أحيانا نطفي تمام، لأنه بالنهاية كمان هن بحاجتنا نكون بكامل تركيزنا وطاقتنا الإيجابية. تماماً. بس ما أنت شاركتي بالدراما السورية بأغاني شارات، احكي لي عن هالتجربة. هاي التجربة بلشت فيها بال 2009. أول شارة مسلسل غنيتها لمسلسل مطلوب رجال كانت هذه الروح. لاحقاً غنيت شارة مسلسل كشف الأقنعة شو بيبقى، وبعدين غنيت شارة فيلم مريم بعنوان مريم الأغنية. ما شاء الله ما شاء الله. طب شو رأيك تسمعينا شيء واحدة من هالثلاثة؟ شو رأيك؟ يلا. هذه الروح تشتاق إليك، هذه الروح لك تشتاق، ومضيت وكأنما أعجبك الفراق، وتركت الذي كان بيننا للنار والاحتراق، هي الروح، هي الروح، هي الروح تشتاق. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. يسلم هالتم. شكرا. بس ما احكي لي شوي عن الديو اللي سويتي اخر شيء. تجربه الديو من زمان اشتغلت فيها، اول شيء مع اخي رامز باغنيه من كلمات الشاعر عدنان العوده والحانه شلون اعرفك. لاحقا غنيت انا والاستاذ اياد ريماوي بياعه الزنبق. واخر تجربه ديو كانت مع علي اسعد، غنينا سوا بالرواق مجموعة من الأغاني.
آخر فيديو كليب عملتيه بسمة هو في حال. احكي لي عن هالفيديو كليب، كيف سويتي؟ في حال سجلنا الموسيقى بإسطنبول، كنت نازلة إجازة وتعرفت على عبد الله غباش وسجلنا في حال بإسطنبول، وخلصت الإجازة ورجعت على فيينا، فكان هيك بعد تفكير طويل أنه بدنا نعمل لها تصوير. صورناها بفيينا، بوجه تحية كمان لليندا زهرة المصورة والمشرفة على الكليب. جهرة تحية كمان. أكيد. كم يوم طول معك التصوير؟ يوم واحد. تعذبتوا كتير؟ كبس، كان برد مثل هالأيام. صورنا بآخر السنة وأطلقنا الفيديو كليب كمان آخر السنة، فكان كتير برد. هذا من إنتاجك؟ ما في إنتاج للكليب، هو عبارة عن شغل مجموعة من الأصدقاء، ما في إنتاج أبدا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس ما أنت سفراتك كتيرة خارج فيينا، احكي لي وين عم تروحي، كيف شغل، سياحة، سفر، كيف؟ يعني 99% شغل. مع صديقي عروة الصالح بمشروع روح، سافرنا كتير بكافة أنحاء النمسا وبر النمسا كمان. قدمنا مزيج من الموسيقى الجاز مع موسيقى شرقية وموسيقى صوفية، عملنا حفلات بكامل النمسا بالتشيك كمان. وبالنسبة للسفر كمان كان عندي مع أنا وصديقي علي بدعوة من صديقنا عدنان عودة بالرواق، طلعنا على هولندا وقدمنا 3 حفلات هناك. بس ما قبل ما نختم، شو بتوجهي رسالة للجمهور؟ كل اللي عم يسمعنا، إن شاء الله نكون هيك قضينا نحن وياكم وقت لطيف، وبشكرك على اللقاء الحلو. يعطيك ألف عافية. نتشكر كتير بس ما جبر على حضورك معنا، نتمنى لك عام حافل إن شاء الله بالنجاح والتقدم والتوفيق. شكرا كتير لك. شكرا لك بسمة، شكرا. وهيك أصدقائي، قبل ما ننهي حلقتنا في عنا مفاجأة، لا تروحوا لبعيد، راجعين بعد الفاصل. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة نحبها واسمها شام. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة نحبها واسمها شام. أهلا وسهلا فيك يا سالي. أهلا أصدقائي، هاي هي مفاجأتنا لليوم، الطفلة سالي من سوريا. مرحب فيك مرة تانية سالي. أهلا سالي. أنت أين صف؟ أنا صف سادس بمدرسة نمساوية. كيفك باللغة؟ ماشي الحال. شطورة بالمدرسة؟ يعني. ليش اخترتي الغناء؟ أنا بحب الغناء لأنه لما بغني يعني بحس بالراحة وهيك يعني. سالي يا أمورة، شو حابة تطلعي بالمستقبل؟ إن شاء الله دكتورة. دكتورة؟ أنا عندي 3 بنات والثلاثة بدهم يصيروا دكاترة. قالوا ودكاترة أطفال كمان يعني. وأنت كمان بدك تصير دكتورة أطفال. إن شاء الله بتحققي اللي في بالك يا سالي. إن شاء الله. شكراً لوجودك معي يا سالي. عفواً. طبعاً أصدقائي، بنتشكر قناة أوكتو تي في، بنتشكر الجروب اللي اشتغل معنا، الناس اللي أعدوا التقارير، بنتشكر الجميع. شكراً 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 من القلب إلى القلب. لا تنسونا، بنشوفكم في حلقة تانية. السلام عليكم. في حال ما مشي الحال، ما عندي أي سؤال، جوابك دايما قاسي وليالي الزعل طوال. في حال إذا ما في مجال، شي مرة أكون عالبال، ما تقلي إنك ناسي كذباتك شوي. إذا ما بتنطر ورفض
اللي